شوف اشنو كاين، ما كاين حتى واحد، لا طبيب لا مسؤولين لا زانفيرميير لا حتى واحد. مالي ناس في اللي خرجوا على ولدي، انا ضعت في ولدي باقي شاب. طبيبة ناعسة كيعيطوا ليها طافية التليفون ما كايناش. ولدي كان كيتحرك شد ليا في يدي وباس ليا ايدي، وقالوا ليهم كيقول البنتي كيقول لها مي مي عيطي لي على مي، عيط على اختي بنتي قال لها حياة. مات ليها الدماغ ديالو، يعني واحد الحالة قال لهم راجلي ما كانش الامل، قال ليه تعطلوا به بزاف، يعني راه حسب على 16 ساعة. كاريته كاريته كاريته، واش كتشوف خوك مدقدق مدقق وكيقولوا لك هزيه هزيه انت حطيه فوق من لي غاديو ديال السكانير. يلا مشى ليا واحد بربعة شهور باش مشى ومشى الاخر تبعه، انا كنت كنتمنى الامال في هذا غيبقى معايا ويهزني. راه لا حياه لمن تنادي، راه ما دايرين لينا والو، هما هادشي راه كيتكرر مرارا وتكرارا كيتعاود مرارا وتكرارا، وهادشي بحال دايرينو لنا بالعاني بحال دايرينو لنا اكسبر، يعني سيروا ضربوا راسكم مع الحيط. شنو دايرين هاد الناس، شنو دايرين هاد الشباب اللي كيضيعوا، شنو داير خويا شنو داير خوك شنو داير ولد هاد الناس، ولا هاد السيده دابا اللي كتضيع حتى هي دابا مسكينه باقا بين الموت والحياه حتى هي. يا راه ما دايرين لينا حتى حاجه، وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، انا موت عادل دوسال عادل اللي دارك سيده نهار الحد مع الوحده الليل، دينا السبيطار داو السبيطار لابيلونس زدتو قاسوا لينا في الجونس في الانعاش، ما داروا معاه حتى شي حاجه، خلاوه مسكين مريض قال لك غيدير سكانير، ملي داو داروا السكانير قال لك غدوه لمراكش، فرحنا قلنا غندوه لمراكش، قال لك بلاتي شويه تي يهدى الدم اللي خليناه، صوبوا هاد الورقه ديروا هاد الورقه، بقاو يمطلوا فينا حتى الوحده طات النهار، كيعيطوا للطبيبه ما كتجيش ديال اللي غتشوفوا ما كتجيش، قالت لي ما انا عيانه ما كايناش، ما جات حتى الوحده، بقاو سيروا صوبوا هاد الورقه ديروا هاد الورقه حتى الخمسه، عاد عطاو لينا الدواء لمراكش. نوب الاول قالنا من غدوه لمراكش، خلصنا لابيلانس خلصنا 26 وقال لك غديروا لها المازوط، عاود قال لك لا يا هذيك ملي وصلت الخمسة قالوا لها غادي نديروا ليه تنفس اصطناعي، ما عطاوني حتى الخمسة، مسدي لي عيني سدي لي فمو، هزوه في لابيلانس نبل الاول ملي بغى يهزوه قال لك حقه طاح ليه الطونسيون بلاتي شويه، من الوحده تاع الليل تاع نهار الحد حتى الخمسة تاع نهار الاثنين هما كيلاوحوا فينا، عاد هزوه داوه ولدي كان كيتحرك شد ليا في يدي وباس ليا ايدي، وقالوا ليهم كيقول البنتي كيقول لها مي مي عيطي لي على مي، عيط على اختي بنتي قال لها حياه، كيشد لينا في يدينا كينطق، ملي داوه لمراكش قال لهم مالي ناسفي خاصهم هذيك الساعه يصيفطوا لينا، ما صيفطوش لينا مالي ناسفي الدري، حنا ما غنقولكش الدري في خاطر، صافي بقى ولدي تما يومين هما دايرين ليه لوكسجين ولا شهري اللي تا النهار اللي توفى ولدي، خرجوا عليه مالي ناسفي ولدي ضعت فيه، مالي ناسفي اللي خرجوا على ولدي، انا ضعت في ولدي باقي شاب، يلا مشى ليا واحد بربعة شهور باش مشى ومشى الاخر تبعه، انا كنت كنتمنى الامال في هذا غيبقى معايا ويهزني، ولا كان ما مالي ناسفي اللي خرجوا لي على ولدي. والسلام عليكم. انا الاخ ديال عادل عيطوا لينا قال لنا خوك دار اكسيدون في طريق حيوريده طالع للدار، مشينا للسبيطار دخلنا ما لقينا حتى واحد، لقينا واحد سيد قال لنا راه غيمشي لمراكش، فرحنا عيطوا لراجلي قال لي غادي تسيني باش انه هو غيمشي لمراكش، مشى جاب لومبيلونس عيط لومبيلونس، مني عيط لومبيلونس الو قال لي تسنى الطبيبه حتى تجي باش دير ليه التنفس الصناعي، قال لي فيني هالطبيبه، قال لي راه كنعيطوا ليها ما كتجاوبش، كيعيطوا ليها ما كتجاوبش، قال لي انا نتحمل المسؤوليه،
قال لي تحمل المسؤوليه. قال لي اسينا راجلي بالله انها صافي غادي يديوها في يديو في لومبيلونس. المهم مني مشى باي يديه في لومبيلونس، لومبيلونس ما تقبلاتوش. قالت لي ما يمكنش ما غنغامرش انا ندي السيد بلا تنفس اصطناعي توقع شي حاجه ولا شنو، انا غنتحمل المسؤوليه. خلوه. قال لي شنو؟ قال لي دابا فين هي الطبيبه؟ الطبيبه ما كايناش، الطبيبه ناعسه، كيعيطوا ليها طافيه التليفون ما كايناش. شنو قال لك بلاتي تاني نديروا ليه واحد لي غاديو؟ دخلنا درنا ليه داك بعدا نقول لك واحد الحاجه، بعدا اللي غيهزو بعدا ما كاينش، اللي غيهز خويا بعدا ما كاينش. تخيل ان اختو انا غنهزو هو في ديك الحاله، كيفاش غتكون حالتي؟ هزيتو انا وراجلي وولد عمتي، هزيناه بواحد الصعوبه باش هزيناه وحطيناه في سكانر. هي اش كتقول لك سكانر خاسر؟ قال لها ولد عمتي غير حاولي معاه. دارت ليها عطاتنا الوراق ديال، عطاتنا لي فوتو ديال السكانر ديال راسو. هزيناه قلنا صافي غادي نديه، وتسناو حتى للصباح تجي الطبيبه. الطبيبه ما جات حتى الوحده اللي جات. امتى غدير لهاد السيد تنفس اصطناعي؟ امتى غتعطيه لينا؟ حتى الخمسه اللي عطاتو لينا من طاح لي طونسيون. المهم هزيناه ديناه لمراكش. مني وصلنا لمراكش هزيناه، شدو استقبلونا الناس لمراكش. الحقيقه استقبلونا الناس لمراكش، عطيناهم لي سكانر، عطاهم راجلي لي سكانر داك الشيء. قال لي هو عطاهم، قال لي جيبوا لينا الدواء. صافي هبطنا جبنا ليه الدواء. مني جاوا يعاودوا السكانر لقاو لا مورس اللي بغاب، مات ليه الدماغ ديالو. يعني واحد الحاله قال لهم راجلي ما كاينش الامل. قال لي تعطلوا به بزاف، يعني راه حسب على 16 ساعه. انا دابا خويا الله يرحمه، حنا دابا راه فينا اللي سدوا مني خويا مات نسدوا على هذا الموضوع، ولكن حنا كنهضروا على الناس تاسفي كلهم بصفه عامه، ما كنهضروش غير على خويا. خويا الله يرحمه، الله يرحمه، الله يصبرنا عليه. جوج خوت في عام واحد راه ما ساهلاش، ولكن نحاسبوا حنا المسؤولين، تنحاسبوا المسؤولين وكنحاسبوا من هادشي كل وزير الصحه اللي ما قيمش بالواجب ديالو، ما كيجيش يشوف اشنو كاين في هاد المستشفى، ما كيشوفش لي زاباغي اللي كاينين فين كيمشيو هاد لي زاباغي بعدا اللي كاينين. ما غنحاسبوش حنا اي واحد، ما غنحاسبوش. واللي كيقولوا لهم ملائكه الرحمن ما كتعبركش، سموهم ملائكه ماشي ملائكه الرحمن. هادوك كتقول لها عاونيني ولا شنو، كاينه هي بوحديتها كتصور علينا. هزيه نتسنى حنا اللي غنهزو خونا، هزيه حطيه فوق من راه لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ما كايناش المعامله. انا ما عمرني حاولت نهضر في شي قناه، ما نكذبش عليك، ما عمرني حاولت نهضر في شي قناه. بزاف بزاف الظروف كتوقع بزاف هذا، ولكن ما عمرني حاولت نهضر في قناه. ولكن مني ضاع ليا خويا ومني مشى خويا. قلنا الاكسيدون الاول ديال خويا قالوا مات سيغ بلاس، قلنا القدر ديالو. ولكن مني هاد كتشوف خويا انا هنا حي حي يرزق، وما عطاوش الاهتمام، ما عطاوش شنو نقول لك. جيتي تتغوت خاصك، ما كاينش معاه، ما انا تغوت جيتي بغيت غير تشوف شنو كاين. ما كاين حتى واحد، لا طبيب لا مسؤولين لا زانفيرميير لا حتى واحد. راه لا حياه لمن تنادي. كنوجه رساله للمسؤولين يشوفوا من حال هاد المستشفى. الناس اسفي، الشباب تاسفي، ورا حنا كنهضروا خويا راه عيينا من غوطوا، راه عرفنا واخا نضربوا روسنا على الحيط راه ما دايرين والو، راه ما دايرين لينا والو. هما هادشي راه كيتكرر مرارا وتكرارا، كيتعاود مرارا وتكرارا، وهادشي بحال دايرينو لنا بالعاني، بحال دايرينو لنا اكسبرا. يعني سيروا ضربوا روسكم مع الحيط، سيروا اش نقول لك، واش دايرينها بالعاني؟ واش كيتنتقموا من هاد المدينه؟ الا كانوا كينتقموا من هاد المدينه يقولوها شنو حنا دايرين؟ شنو هاد الناس شنو دايرين ديال اسفي؟ شنو دايرين هاد الناس؟ شنو دايرين هاد الشباب اللي كيضيعوا؟ شنو داير خويا؟ شنو داير خوك؟ شنو داير خو ولد هاد الناس ولا هاد السيده دابا اللي كتضيع حتى هي دابا مسكينه باقا بين الموت والحياه حتى هي؟ يا شنو دايرين؟ راه ما داير راه لو كون مشيتي داك النهار المستشفى راه لا اله الا الله، راه كارثه كارثه كارثه. واش كتشوف خوك مدقدق مدقدق وكيقولوا لك هزيه هزيه، انت حطيه فوق من لي غاديو ديال السكانير، راه مستحيل. كيفاش بعد هزيناه؟ راه بواحد الصعوبه باش هزيناه، راه بواحد الصعوبه خويا. وكان كيهضر وشد ليا في ايدي وتيوصيني على الميمه
وباقي حي وباقي عاقل وكله عارفه بسميته مسكين وضاع. وكان جيت انايا وكنقول هذا قدر وربي بغاه وربي هناه من هاد المدينه وهناه من هاد الدنيا كاع. ما حنتش ما بقات كتسوى والو، ما كتسوى والو، ما دايرينش ليها الاعتبار وما دايرينش ليها القوانين ديالها. وما انا كنهضر خاوي وصافي، لان عارف هادشي ولو كنوصلوا ولو كان هضر ما دايرين لينا والو، راه ما دايرين لينا حتى حاجه. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ووزير الصحه اولا، وزير الصحه بعد. انا كنحمل المسؤوليه لوزير الصحه اللي ما كيجيش يطل، اللي ما كيسولش، اللي ما كيشوفش. راه ولك راه عرفتي شنو شحال من شاب ديك الوقت جا، شحال من مره مسكينه طايحه في الارض. عادوا غير الدراري الشباب اللي جاوا مع خويا كيدخلوهم وكيهزوهم ساكن وكيقلبوا ليهم على اللي غيداويهم، ما كاينينش نهائيا. وراه حشومه، وسبيطار ما فيه والو، وسبيطار قداشنا هو ما فيه حتى واحد. راه حشومه، راه بزاف هذا الشيء، بزاف اخويا. ولا اله الا الله، الله يرحم خويا ويرحم جميع امواتنا المسلمين. هذا الشيء اللي كنقول لك، الله يرحم. السلام عليكم. اول حاجه غندوي عليها هو الاهمال الطبي اللي كاين في مستشفى محمد الخامس، اسفي. ثاني حاجه غنهضر عليها هي او هي مع الوحده، السيد هضر، هذا السيد عادل ولد عمي وخويا، مع الوحده تاع الليل دخل السبيطار محمد الخامس من الوحده 16 ساعه ولا 17 حتى الخمسة العشيه الغد ليه. السيد دخل السبيطار هنا كان كيهضر، كان حي وكان حي وكيهضر وكشد لينا في يدينا، ما لقينا حتى واحد. عندي دلائل هما غنوريهم لك حتى هما. دخلنا من الوحده الليل حتى واحد ما كاين اخويا، دخلنا من الوحده الليل حتى واحد ما كاين، لا طبيب لا طبيبه لا حتى واحد ما كاين. سيكيريتي هو الاخر ما كاينش حتى 8 الصباح. تسنى هما غيجي الطبيب، هي غتجي الطبيبه، هو غيجي. حنا اللي درنا ليه القبس بوحدنا، رجلو مهرسه. تسنى هذا نداء، كنهضروا عادي الرميت الله يرحمه، كنهضروا على عليك وعليا وعلى باك ولا على امي. هذا نداء جلالة الملك، كما كتقول لنا ارعاكم كما ارعى ابنائي. راه ابنائك راه كيموتوا، راه ابنائك هادو اللي كدوي عليهم. وكندوي هذه نداء الوزير الغير الصحه، كندوي هذا نداء الوزير غير الصحه ماشي الصحه. شوفنا في السبيطار ولا سدوه بمره، خاصو يتسد، راه ما خدامش. غيتسد هذا السبيطار بنوبه، علاش غنمشيو ليه؟ معلقين ليه السيد في حاله حرجه، معلقين ليه سيروم، ومعلقين ليه سيروم واكسجين، سيروم اكسجين ولا كيدار في الدار. ما بقى شنو علاش غندوا لهذا السيد السبيطار؟ السيد في حاله حرجه. هذا الشيء اللي كاين، وهذا نداء ليك جلاله الملك. ربط المسؤوليه بمحاسبه، راه ما كايناش في هذا المغرب نهائيا. اللي كيدير شي حاجه كتمشي تجازوه وكتمشي ديروه في شي منصب اخر. والله يرحم الوالدين، كما مات خونا عادي اليوم، راه جايه في كندوي على عامه المغرب كامل، راه جايه فيك النوبه وجايه فيا وجايه في باك وجايه في امي. وفيقوا معانا، الله يرحم لك الوالدين، نداء المسؤولين، فيقوا معانا، فيقوا معانا، راه ما بيناش شي حاجه اكثر من هذا الشيء. راه وصل الزيله الزبه، راه بركه، راه تقهرنا، راه معمرنا هضرنا في هذا الشيء ولا خرجنا في شي منبر اعلامي، ولكن هذا الشيء توصل لينا الاخر البلافو صافي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.